اهلا وسهلا بكم مشاهدي ومتابعي قناه سامره الفضائيه، واكيد اليوم حلقه جديده من برنامج يرهم كلش. حدانا مقدمه من مجموعه شركات بإزلاين، المقدمه من شركه واحد الجمال اللي حشركنا اليوم بالتصوير المصور صهيب مؤيد والمصور سلمان الطائي، واكيد اليوم حيكون وياي مساعد مصور حيدر ابو دلف، ولكم تقديم خطاب القصاب. ابقوا وياي. مشاهدينا الكرام، بدينا وياكم باول فقره من برنامج يرهم كلش، وهي فقره دار ودور. نرجع ونقول انه هدايانا مقدمه من مجموعه فيز لاين، مقدمه من شركه واحد الجمال. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي. شلون الصحه؟ اهلا وسهلا. عمري اسم بالخير. بلال. بلال خليل. بلال، شو اسمك؟ شمس. شمس. فهد. دينا. ام فهد. اسم بالخير. خالد. خالد. عبد الله. عبد الله. أمجد. عبد الرحمن. ماشي. اكو ناس قالوا اكو اسئله محرجه، تقبل الاسئله المحرجه؟ براحتك اسال اي شيء، اي شيء عجبك اسال. والله والله انا اقول لك العب شنو تلعب؟ العب شنو؟ واذا اقول لك غني تغني؟ اغني. واذا اقول لك شعر تغني شعر؟ اذا اتذكره يعني. كل عندك صوت غنى؟ لا ما عندي، بس احاول. حاول. نافس لازم نفوز. وانتي؟ يعني اذا قدرت. جريئه؟ اي اكيد. يعني عادي اسالك اي سؤال محرج؟ اي ماكو اشكال، بس اذا قدرت عليه ان شاء الله جاوب. تمام. شباب عادي اسالكم اسئله محرجه؟ شو رايكم بالرياضيات؟ حاول. تعال. السؤال الاول اللي هو دار ودور. راح يكون سؤالين، اللي يجاوب على السؤالين نفس ياخذ الهديه. واللي ما راح يجاوب على السؤالين ما راح ياخذ الهديه. ارجع لي ستي شويه. تمام. السؤال الاول هذا صعب عليكم، شلون تكون وياه؟ 5 في 2 + 9 = 4. جاوب راسا؟ جاوب. 5 في 2 + 9 = 4. ايه 25. 25. متأكد؟ 25. 25. ها؟ ايش قلت؟ 10. شو اسمك؟ عبد الله. ايش قلت؟ 10. جواب نهائي؟ اي جواب نهائي. 14. دقيقة. قلت 14؟ وانت قلت لي؟ 15. 5 في 2 + 9 = 4 = 23. ناقص 4. 18. ما افتكرت غير تعيد لي اسئله. 5 في 2 + 9 = 4. 15. جواب صحيح. تعال تعال فهد. تعال فهد. تمام. عندكم اخر سؤال، اللي راح يجاوب عليه هسه راح ياخذ الهديه. متفقين؟ متفقين. تمام. اعرب الجمله. اعراب شلون اقوم بيها؟ ها؟ جوز العربي. والاعراب؟ يلا بالله قول. قوي بالاعراب؟ يعني. شوف شوف شوف. الاعراب: النسور فوق الجبل. النسور فوق الجبل. شلون؟ النسور مبتدئ. النسور مبتدئ. فوق خبر اكيد مال. خبر؟ ايه. ايه؟ جبل فوق. لا الجبل. لا لا صحيح صحيح. إيه؟ الجبل جار ومجرور. فوق الجبل التعريف. التعريف؟ لا لا فعل مفعول. ها العفو. فعل فعل فاعل مفعول به. فعل فاعل مرف. انت متأكدة من هذا الموضوع؟ اي مو صحيح. أنا أقول تجاوز العربي أحسن. ما عاد أبغى. تجاوز العربي. النسور شنو؟ فاعل. نسور فاعل؟ فاعل. لا مبتدئ. فعل ماضي. أنتوا شلونكم بالعربي؟ ما تقولوا لي شلون نجحتوا؟ قلت لك تجاوزه والله ما أحد العرب. النسور مبتدئ. أوكي. إي مبتدئ. النسور مبتدئ بعد، افتحوا لي مجال. فوق خبر. فوق خبر. خبر مال مبتدئ الأول. إي. إي. مبتدئ وخبر بعد. شنو جبل. الجبل تعرف
جواب له نغيره ايه غيره والله ما حد غيره مو افضل ليش انا وصلت له وين وصلت وين حتى ما بي مبتدي اصلا عين غير عربي او بالعربي يلا تمام قلنا غير عربي شيء ترى من بعد ها ترى من بعد شنو ورا ايه ترى اسم مضارع والبعد مضارع والله دقيقه لا مضارع و ترى مضارع صباح الخير عليكم السلام هلا انت مين طبيت طبيت امي اهلك وين اهلك مين هذا اهلك وين هنا زين ايش جابك هنا روح على اهلك امشي اركض ما هو أسرع أنواع الأسماك؟ دولفين سريع؟ دولفين أكيد؟ أكيد قرش القرش؟ نفس القرش القرش؟ إيه دولفين دولفين؟ حوت حوت؟ لا حوت وأنواع من الحوت؟ ما أعرف أي نوع بس هو الحوت أسرع سمك القرش هو شلون؟ سمك القرش هاي سمك القرش؟ إيه لا تونا هاي سمك التونه تعال المعلبات قصدك لو يا هي لا سمك التونه بالبحر الكبيره سمك التونه كبيره هي لو صغار لا اكو كبار واكو صغار الكبيره انا اقصد عليها تعرف رحت على عائليه ياخذ خذ صغيره ما تاكل احنا بدك تاكلهم لا كم دقيقه عندي نص دقيقه باع انت كم صرت الاخيره اذا غنيتي مقطع من اغنيه راح تفوزون شنو الجائزه ها اي اغنيه ببالك طبعا هو جواب صحيح اسماك التونه اي اسماك التونه خلاص انت كل سؤالين جاوبت سمك شنو ابو شراء مو جاوبت مو قلنا اسماك التونه تونه يا ابو شراء هذا ابو شوارب خاف جري سؤالين جاوبنا عليهم سؤالين تطفرها لا هي سؤالين لازم تطفرني لا لازم لازم ابد شمس تغني لك لا ها اغني انا يعني مقطع صغير يعني شو اغني لكم ما اقدر طيب هديه وهذه الهديه مقدمه من مجموعه شركات بيز دايم مقدمه من شركه واحد الجمال شكرا تفضلي وحياك الله مبروك عليكم الهديه حياكم الله حياكم الله مبروك عليكم مشكورين شباب حياكم الله حياكم الله مشاهدينا الكرام بعدنا مستمرين وياكم وجوائزنا مستمره ننتقل وياكم الى ثاني فقره من برنامج يرهم كل شويه فقره هو وهي ابقوا وياي وياكم الى فقرة هو وهي طبعا الفقرة هي هو وهي راح يشاركون بيها شباب وبنات فاحنا شو حنسوي تروحين يمها تيجي هنا اول شيء راح نبدي بيكم لو بيكم بيكم تمام اذا جاوبتوا على سؤالين راح تاخذون هدايا مقدمة من مجموعة شركات بيز لاين يعني تجميل تمام؟ وإذا جاوبتوا أنتوا هم تاخذوا نفس المجموعة متفقين؟ على سؤالين ماشي تعالي يلا أكفي أكفي أمهم أريد بعض الشاب حتى نكمل شاب شوفونا شاب أها ها اكتفينا ها هي اكتفينا مرحبا اهلا شلون صح الحمد لله تمام مشاركه البرنامج مشاركه قبل ايه فزتي بي فزت الله ايه تفوزين مرت اللوخ لا تحاولين مرحبا اهلا وسهلا مشاركه البرنامج لا تابع البرنامج نوعا ما يعني تمام اوكي حعيد لكم وصل انت مين طلعت ها اوقف حبيبي انا اسف والله اوقف بس ايش بيك عصبي بس اوقف اوقف والله تمام راح يصير تحدي بينكم وبين الشباب الفقره اسمها هو وهي اذا جاوبتوا واحده من عندكم على سؤال متتاليه راح تاخذ فيها الهديه والشباب كذلك اذا جاوبتوا على سؤال متتاليه راح تاخذون الهديه ماشي نبدي بيكم ما هي اكبر مدينه للمدن الاوروبيه ما هي اكبر مدينه من المدن الاوروبيه روسيا اندلوسيا روسيا حلو لندن لندن
روسيا مو أوروبية. أوكي شنو الجواب؟ نيويورك. نيويورك؟ حلو. السويد. السويد تمام. دقيقة ممكن يعني شباب قلت شنو جوابك؟ روسيا. روسيا إيه؟ لندن. لندن. نيويورك. نيويورك. السويد. السويد. موسكو. موسكو. أهم أقول روسيا. 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 لندن. 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 تمام. موسكو آسيا. شنو؟ موسكو آسيا. موسكو. إيه. مدينة أوروبية. زين. لا أنا أقول لندن جواب صحيح. لندن جواب صحيح. لندن. هسا نوصل للسؤال الثاني، إذا جاوبتوا عليه راح تفوزون، وإذا غيركم جاوب راح تتعادلون، نعطيكم فرصة أخيرة حتى من يأخذ الهدية، متفقين؟ تمام. شوية افتح المجال. تمام. هسا ما هو أقوى وأقس أنواع الحجر؟ ما هو أقوى وأقس أنواع الحجر؟ الماس. 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 صور الماس. الماس. ماسك. الماس. إيه. متعرفين؟ الماس. الماس. الماس لأن ما الماس ما ينقطع إلا قطع الألماس. نفس الجواب. فيكم جواب على نفس السؤال. هذا السؤال الأخير. السؤال الأخير. شباب شوف تحلو مجال. ما هي أكبر ما هي الدولة التي تتكون من عدة جزء تشبه شكل الهلال؟ ما هي الدول التي تتكون من عدة جزر تشبه شكل الهلال؟ تعرفه؟ جزر القمر. جزر القمر. الهلال. ها جزر القمر. يعني ليس مو جزر القمر تشبه شكل الهلال. جزر القمر. تقل الجزر. ما انا قلت لك تشبه شكل الهلال. اوه جزر القمر. اقول له تشبه شكل الهلال. الالح جزر القمر تشبه. ما اعرف هذا السؤال. نفس السؤال. نفس السؤال. أقول نيوزيلندا. تسوي لك ما أعرفه. أي دولة؟ ما أعرفه. لا. هي اسمها الهلال. شنو هي؟ هي اسمها الهلال. هي اسمها الهلال؟ غربة هي اسمها الهلال. لا. هي اسمها الهلال. لا. ما أعرف. ما أعرف. ما أعرف. القمر. القمر. جزر القمر. جزر القمر. اعطيني جواب نهائي شنو هو؟ جزر القمر. جزر القمر؟ ايه. زين ماشي. شباب تعال تيمي. روحي ما تعال توقف هنا. تعال تيمي الاخت. روحي اكتب صفها. قرب يمها. وقف يمها. اجاكم سؤال انتوا الاربعة. لو تجاوبون واحدة معكم تاخذ الهدية، لو تجاوبون تاخذون انتوا الهدية، متفقين؟ انتوا اللي جاوبتوا على السؤالين. تمام؟ جريئة؟ ايه جريء؟ اكيد جريء؟ قبل مو هسه. جريء؟ جريء جريء انا جريء. لا مو واي جريئة. مو جريئة؟ لا. إذا كنتش تغنين تغنين؟ لا. إذا كنتش تقولين شعر تقولين شعر؟ لا. لا أنتي. شعر. إذا كنتش تغنين تغنين؟ غير هذا الشيء. غير شيء. ماكو؟ وإذا شعر؟ أوكي بس لو أتذكره لو ما أتذكره. أتذكره. تغني؟ لا. شعر؟ لا همي أنا. لا. 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 شعر شعر مو بيت الطيني. افتحوا لي مجال شباب. افتحوا شباب واخذ من المصعد شوي. تعالوا هيك تعالوا هيك الشباب يلا. بس
صح العراق انجرح، بس هذا مو مقياس. النخل من ينجرح ما يشتكي من الفاس. بنشرتي نسيته. تعالي راح اعطيكم جمله تقول ليها 7 مرات على السريع، اذا غلطت بيها تخسر. ماشي قول لي. خوش خميس حوش. ما اقدر حبيبي، ما اقدر. هو انت خربطت بيها، ما خربطت. خوش خميس حوش. ركزوا وياي. حوش خميس خوش حوش. ما دا يخلونا ركز. شنو عيده؟ خوش خميس خوش حوش. حيدر حيطني هديتين. هاي حتى ما أظلمكم وما أظلم أحبيكم. تخلي مكياج؟ تتنازل بيها؟ تخلي مكياج؟ تتنازل بيها؟ زوجتك. وين زوجتك؟ ها ما أدري، أنا آسف. هالهدية مقدمة من مجموعة شركات فيزا، مقدمة من شركة واحة الجمال، وحدة لك. مرة ثانية تفوزين بيها، وهاي وحدة لك. حياكم الله، مبروك عليكم هدية. مشاهدينا الكرام، ننتقل وياكم الى ثالث فقره من برنامج جرام كلش ودا، انا بعدها مستمره ويا عوالنا ويا الشباب، اللي هي فقره الجواب قبل السؤال. ابقوا وياي. مشاهدينا الكرام، وصلنا لكم الى فقره الجواب قبل السؤال. انا راح اعطي الجواب للشباب او العوائل، هم يعطوني سؤال، يصيغون الي سؤال. عرفتوا شنو المعنى؟ ايش عرف؟ تعطيني جواب انا اعطيك السؤال مالك. صغلي سؤال. اي نعم. اي عرفت شو؟ اي عرفت؟ عرفتي؟ نعم. عرفتوا؟ حتى الشباب خلي يشاركون. عرفتوا؟ تمام. زين صور هيجي بس اعطيني المجال. تعال هيج صور هيج. يلا الجواب. تنمو أذرعته مرة أخرى إذا قطعت. تنمو أذرعته مرة أخرى إذا قطعت. هذا الجواب. الأخطبوط. ما أدري. إذا يعني الأخطبوط إذا قطعت. ما أعرف شو تقول. هو الأخطبوط يعني. اقول ها مع نبات. النبات شيء ثري. انت ما راسب العلوم. لا ما هذا الجواب. يعني اسالك سؤال غير اعطيك جواب. اعطيني سؤال. ما هو الحيوان؟ يا حيوان هو دا اسالك انا. اعطيني جواب. انت جوابك يا حيوان. شنو جوابك؟ عيد السؤال. اي جواب. جواب مالتك عيد. تنمو اذا اذرعته مره اخرى اذا قطعت. شنو؟ حيوان نجمة البحر؟ لا. جواب تعال حبيبي. ابو بريص. شنو؟ ابو بريص. بريص؟ اذا تغني لي اعطيك هدية. وعفو ابو بريص. اذا تغني لي اعطيك هديه. اغني لك. اي اغنية؟ انا مشكلة ما حافظ الاغنية. مش شرط نقتنع. افتح المجال. افتح المجال. اغنية. شو اغني لك يا اغنية؟ والله ما ادري. ما ببالي. لا والله ما حافظ اغاني. والله غير اغنية. اوكي هو نجمة البحر. هو نجمة البحر بس صيغي لي السؤال. مميزات.
نجمة البحر. مميزات في نجمة البحر. ثاني مرة وصلت. ثاني مرة أخرى هي هاي. هي أول جواب ما عندي وقت. شباب افتحوا مجال فدوة. شباب افتحوا لي مجال. هي مميزات تنمو في نجم البحر. ما هي مميزات نجم البحر تنمو مرة أخرى؟ شنو؟ ما هي مميزات نجم البحر تنمو مرة أخرى؟ فانا تشبيك فكر والله تفكر فكر بشعرك امشي ها من ستغني له ولا ما اعرفني اخطبوط تعال تعال اسمك تعال اوقف هنا شنو هو الاخطبوط هذا اسمي وين تودي ينزل يروح مزق مزق هذا زين تغني لي غني تغني لا عيب بس مو هواي غني لولا بس مو هواي غني لولا يلا طولي مقطع بس مو هواي تغني فضني ها لا لا منو هو شجرة غير من تنقطع تلمو غني لك نغير السؤال غير السؤال ماشي افتحوا لي مجال شباب شباب افتحوا لي مجال الجواب قبل السؤال سليمان بن داود سليمان بن داود هو أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم سليمان بن داود هو أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم صح صح هو أول من كتب هذا جواب يعني سؤال لا لا شنو بلا سؤال ما أعرف سليمان بن داود جواب هو أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم من هو النبي الذي كتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ شلون؟ من هو النبي الذي كتب بسم الله الرحمن الرحيم أول مرة؟ والله يعني هو مو كرة شباب افتحوا مجال للمصورين من أول نبي كتب بسم الله الرحمن الرحيم؟ من أول نبي كتب بسم الله الرحمن الرحيم أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم اعطيني هدية وهذه الهدية مقدمة من شركة واحة الجمال مجموعة بيز لاين تفضلي تستاهلين الهدية من هو النبي الذي قال بسم النبي الذي من هو أول من كتب بسم الله الرحمن الرحيم إيش قلت النبي إيش قالت من كتب أي تياه وجاب صحيح نفس الشيء أي أي مشاهدينا الكرام بعدنا مستمرين وياكم ويا شباب ويا العوائل العراقية وهدايانا مستمرة من مجموعة شركات بيز دائم مقدمة من شركة واحد الجماعة ننتقل وياكم إلى الفقرة الرابعة من برنامج جرام كل شوية فقرة دفاتر عتيقة ابقوا وياي مشاهدينا الكرام هسه تشوفون الشباب وهنا ليش واقفين هنا تعالوا وقفوا هنا عفوا نسوانكم وتعالوا هنا تعال تهم تعال السلام عليكم تعالوا امي شلونكم شلون امي شلون اختي شلون عيني شلونكم شباب تعال هنا تعال يعني فريقين اها فريقين زين اللي راح اجاوب من عندكم على سؤالين
من فقرة دفاتر عتيقة ياخذ هو الهدية. يجاوب على سؤالين متتالية. والشباب اللي راح يجاوب من عندكم على سؤالين متتالية ياخذ الهدية. الهدية هي مقدمة من مجموعة شركات بيز لاين المقدمة من شركة واحة الجمال. تمام؟ نبدي؟ ما معنى كلمة ديمة؟ يعني الإدامة؟ ديمة هي ما أدري يعني الإدامة؟ ما بقاء 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 وبتروح حتى شدك باقي امي. هي من الاستمراريه يعني من الدومه يعني لا. يعني دائم من الدائم ما يصح الوقت من الدائم يعني من الانسان ال تعرفون لو لا ما اعرف لو غير السؤال غير سؤال غير السؤال غير السؤال السؤال الثاني ما معنى كلمة استكان؟ هي كلمة تركية. أوكي. أي. شنو معناها؟ إس. استكان؟ إي إس يعني إس. إس. ما أدري. ها. يا شباب. أوكي كلمة تركية من تين معناها؟ معناها شنو؟ قداح؟ لا هو استكان اناء يذبون يصبون بيه يعني اعتقد الى اذان او الى فد شيء نزل اغير السؤال اخر سؤال حغيره وراها راح تكون مشاركه شعر وغناء اي يا راجل تمام اوكي ما معنى كلمه راوند أفيل أدب دبي هم يلا ها راوند حج من الأخير ليش بتغني وتفوز مو أحسن لك لا ما أغني لا ما أغني أنت تغني لا يا أخوي شعر ولا عدي بنت تشعر راوند لو تغني وتطين شعر ما أكو لا شعر ولا شلون لا ما أكو لا عيد سؤال أنت الأسئلة سألت شوي عندنا في السؤال يعني انت عيد السؤال عندنا سؤال عيد شوي الاسئله عيد فهذا السؤال غير من السؤال غير من ما تتغير انت ثلاث ما تتغير عطتنا سؤال اصعب من سؤال ما تتغير بعد انت يعني انت دقيقه هم يحلوها تتحديهم على شنو شعر او غناء لا اثنين هلا بس زوجي يعرف شعر دقيقه انت احكي لك انتوا لهم لا هم ما احسن من عندنا شعر لو غناء لا شعر ولا غناء هي الراوند كلمة انجليزية يعني اللي قلتها يعني ترجمها لا مو انت قلت راوند هسه اي راوند شنو يعني هي انجليزية غير كلمة انجليزية ولا ترجمها راوند الانجليزية هي حول يعني اي اذا هي انجليزية فهي حول يعني ايش مو جولة جولة كلمة انجليزية ثاني جولة ها تعرفون لو لا شباب ما معنى كلمة لورا ما أعرف لورا هسه هي موجودة قبالنا هم يعني ما لها علاقة باللغة العربية يعني تجيب كلمات أعجمية يعني ما لها علاقة يعني شنو لورا أو لارا أو غيره يعني هاي كلمات كلها أعجمية يعني ما لها علاقة باللغة العربية ما لها علاقة باللغة العربية ماشي طبعا مشاهدينا الكرام احنا حبينا نخلي هاي الاسماء وخلينا هاي الفكره اللي هي دفاتر عتيقه اكو شغلات قديمه لكن احنا خلينا يعني اللي شارك ويانا انه يقدر يفكر يرجع فانه حاولوا تقرون كتب راح تعرفون هاي السوالف كلها عوفوا الفيسبوك السوالف واقروا الكتب حتلقوها شو تقول حجي صحيح حكم موجود صحيح بس ما مصنف ضمن معاجم اللغة العربية مستحيل سعوفك من معاني لورا هي معنى الهضبة ما مستحيل لورا معنى الهضبة منو قال لك الهضبة منو قال لك الهضبة أنا أقول لك الهضبة ما موجودة يعني موجودة وين ما موجودة حناقشك أنت خريج شنو أنا أدب شنو
ادب لغه عربيه. اوكي. ما تعرف لورا شنو معناها؟ لا ما مرت علي اطلاقا. ما مرت عليك؟ منو عنده انترنت؟ طلعوا لي على الجوجل وشوفوا شنو ما معنى لورا. اقول لك يعني اكو بعض الكلمات استعملت حديثا بس مو معناتها حديثا قديما جديدا، المهم معناها هضبه. لا اكو كلمات انا اقول لك قرانيه يعني هسه سلسبيل موجوده بالقران. الهضبه معناها انت شنو موجوده بالقران؟ اقول لك السلسبيل مثلا موجوده سلسبيل بالقران مو كلمات القرانيه وكلمات اللغه العربيه غير اللي دخلت على اللغه العربيه، تفرق هنا يعني اكو فرق يعني ما بين انه تعتبر شاذه او اعجميه، ما تعتبر لغه عربيه بحته. زين في اي زمن من الازمان موجوده كلمه لورا؟ الا اللهم الا اعجميه كلمه لورا او لارا او لكن نرجع على تماره مثلا، كلمه تماره كلمه عربيه حقيقيه. حجة اذا حنحكي القصه هاي غير ما راح نخلص. اقول لك يعني على سبيل المثال يعني. اوكي شكرا بس اتمنى من ترجع اكو طيب وشوف شنو معناها. ما انكر لك موجوده موجوده صحيح. هسه معنى ديما هي الامطار. اي ربما ربما. هسه من بيكو قمي بيكو قلت له شاعره تقرين شعر؟ تعال تريدوني احب الطبق قدر الناس، بطلت العشق الباب سديته، حب بس هذا العراق وكلكم تعرفون، حب هذا الوطن بقلبي ضميته، كل عمر وحياتي بدول انطيته، يا رب تذي كل من باجي نسيته ويرجع كل عراق سالم لبيته. الله صفقوا لها. باشا انت قلت لحظه شعر؟ لا انا شعر. لا لا خليه هو يقرا شعر. استاذ بس ديما انت تعرفها ما وصلت. احنا عمرنا بعد ديما. بعد امي. بعد امي سمعنا شعر. والله سمعك شعر عليه من تريد. يلا. ايه. يلا. سمعك شعر على الزواج. يلا سمع شعر على الزواج. ايه. يقول لك فرحان الولد بعرسه الليله. بس البنات زعلان لها. على ويش؟ ما يدري اللي عرس ينهدم حيله. فرحان الولد وما يدري بالموضوع فرحك هذا كله يدوم بس اسبوع. إذا تجمع ويطلع المقسوم للدكتور رايح دوم تشكيله المرأة بيت أهلها تقول ترقاعه من تمسح القاع تشلع بقاعه يا خايب هسه يمك تهبط كل ربع ساعة ويا هو التكضة تقوم تشكيله المصيبة مصيبة من يصير عندك طفل لو طفلين تظل بيدك يا خايب تغسل مواعين لين الفرخ يبكي وما حد شيله فرحان الولد بعرسه هالليلة ما يدري اللي عرس ينهدم حيله اوكي عشت ايدك قلت واحد غيره عندك عندك لبس هاي تقريبا هم بيجي ان شاء الله يلا لا يلا بسرعه لا اسولفك واحد على الصداقه خلي رفاهيه وشويه يعني على الصداقه يلا يقول لك وحق من ذل زمانه واستحق را يبيع العشره كرهه واستحق را بيتان الكتبته كمل انعيد يقول لك وحق من ذل زمانه واستحقرا يبيع العشره كرهه واستحقرا بيتان الكتبته واستحقرا لين بيطار صاحب خان بي تعافيت وعفتني وتالي عافوك يلا هدمش رد لي يلا هدمش رد لي هاي الله الله يخليك قولوا شباب حياكم الله لا انا اقول لك تستاهل التهديه طبعا ما حد جاوب احنا قلناكم شاركوا بالشعر لكن هو شنو رايكم بالشعر اللي قاله؟ يعني اريد يعني بدون مجامله شنو رايكم به؟ يعني يستاهل يعطي هديه ولا لا؟ يستاهل؟ خموضشتوا حيدر هاي الهديه مقدمه من شركه واحد جاء مقدمه من مجموعه بيز لاين تفضل حياك الله مشكور حبيبي حياك الله فدوى لقلبك حياكم الله حياكم الله نرجع لها بيتكم هسه مشاهدين الكرام وصلنا وياكم الى ختام برنامج رام كوش لكن عندنا اخر فقره من البرنامج هم هبطوا لكن فقره انجح واربح فقره انجح واربح هي شغلات احنا راح نقول لكم اياها لازم انت تسويها اذا ما سويتها تطلع خارج اللعبه ابقوا وياي بالفقره اللي ما قبل انجح واربح اللي هي فقره دفات العتيقه لقيت رسام اللي هو سعدون كريم شوفوا اللي هو رسمني طبعا استاذ شكرا على هاي الرسمه الحلوه اول شيء ارسمها بيدك حتكملها بعد بيها لو ها هي هي لا فقط توقيع والهديه توقيع الهديه الهديه لك يعني واحنا التبا راح تجاوب ما راح تجاوب انت هديتك موجوده
زين، صار ايش قد ترسم انت؟ سنوات يعني تقريبا 10 اكثر يعني هالحوار. 10 سنوات؟ اكثر اي. اكثر؟ نعم. زين، تتجول وترسم مو؟ اي نعم. تمام. نعم. شلونك اخوي؟ حبيبي. اسم بالخير؟ احمد. اطلع. احمد. احمد. شو اسمك؟ روناك. قاعد تبكين؟ لا. شو اسمك؟ زهراء. زهراء. زهراء بزهراء. محمد. محمد انت قفله شو تريد تشارك؟ تغني لي؟ اي شيء. لا غني. اي شعر؟ لا. المهم الفقره اسمها انجح واربح. نعطيكم شغلتين. لو يسووها لو ينسحب. ايه. شعر وغناء، من عنده موهبه الشعر وغناء؟ يعني اي شعر لو شعر لازم. اي شعر؟ وغناء. ها تنسحب؟ عادي. انسحب. صغير لو كبير؟ شعر. شعر كامل؟ شعر. اه ها لا انسحب. تنسحب؟ اي مو وايد شعر. لا مو ما حافظ شعر كامل. غني عوفكم شعر. اغنيه. اي اغنيه ببالك؟ يا اغنيه مثلا. اي اغنيه ببالك؟ انا شو كل الراحه من شفتك. والحل؟ لا اغني لك ولا يهمك. يلا بس مو صوتي نشاز يعني انت راح يعني قدام العالم صوتنا نشاز هاي شلون؟ يا أغنية غالية تختار. آه عم انت قاطع بيا شلون اعلم صوتك. نعم انت قاطع بيا شلون اعلمك الحنية. يلا غنيت لك. غنيت انت؟ ايه. انت سمعت؟ هاني؟ لا انا ما سمعت. انت مقتنع؟ لا. تعال يمه. تعال يمه. ها سحبين؟ ايه تنسحبين؟ ايه تقيت تنسحب مو؟ ايه انسحب. زين تمام. جارك جارك لميتك لحد ما جبل سويتك. يلا ابو عش تريد ايش تسوي؟ لا اسمع صدق اسمع لا تغني. لا اغني لك غير. ايش تريد يعني اغنيه كامله انت؟ اغنيه كامله. وانا اقول لك اطلب لي انت انا انسى كل شيء. والله تمام. أول هدية تعال يمي راح تقدم إلك من قناة سامرة الفضائية مجموعة بيزلاين مقدمة شركة واحة الجمال. هاي الهدية أول هدية إلك تستاهل. هاي الهدية شو تحب تقول قناة سامرة الفضائية؟ والله مزيد من التطور والتألق خاصة في جهودك الشخصية في تقديم هذا البرنامج لإشاعة الفرحة بين قلوب الناس. شوفوا اللوحة رسمتها. نعم. ايش قد استغرق الوقت عندك من رسمتها؟ يعني دقائق. كم دقيقة تقريباً؟ تقريباً 10 دقائق. 10 دقائق؟ إي. لو سم حاجة كان في الساعة يلا يخلص. لا. إحنا بالخدمة. وهاي راح أقدم لك إياها هدية. شكراً لك. حياكم الله مشكورين. شكراً حبيبي. حياك الله. حياك الله. ظهرها لوحة أخرى. لوحة أخرى؟ إي هذه. ماشي. صارت لوحتين؟ إي هذه. وهاي اللوحة اللي تقدمت من سعدون كريم، تفضل استاذ سعدون. هاي طبعا هديه تقدم خليها بيدك وخليك باقي بهمي. مشاهدينا طبعا راح اخلي شاب او بنيه او الكادر مع برنامج جرهم كلش اليوم حنطلع عن المود كله. طلع شويه طلعنا شويه من الاعداد ومن الاسئله مو صهيب؟ مو سلمان؟ مو؟ طلعنا من المود كله. لا مو يهمك الموضوع. لا تخافون يهمكم الموضوع. ماشي؟ تمام. من بكم شاعر؟ من بكم شاعر؟ حافظ شعر؟ شاعر؟ شعر شعر كامل؟ اها زين خذ راحتك استاذ. خذ راحتك استاذ. زين حياك الله خليها بيدك ممكن؟ تعال يمي تعال 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 حيدر تعال حيدر تعال حيدر تعال حيدر شلونك اول شيء؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ خير انت بخير. حيدر. انت دائما تطلع ويانا، انت صاحبنا، تطلع ويانا برنامج رهم كلش وبعد التقارير وتساعدنا بالهدايا وتعاوننا. والسياره مالتك يوميا فولك بها بنزين. خذ عندنا 10000 دينار مو؟ لا والله ما اخذ لينا فوله من جيب ادري. زين. حيدر انت دائما تهرجنا بشعر. فقول لنا هذا الشعر وخلصنا. يا هو منهم. اي شعر ببالك؟ هنا هواي هواي واحد من عدل. لا هلي هلي دروا بيا قمت انا احبك وهلي يدرون بس انت تلفت لي انتباهي
وهل يعرفوني من تزاعل وياي؟ اظل اصرخ رحمتك يا الهي. وانت هواي متغير هالايام، واللي براسك حكوا انا عرفتهم نفسهم، هم جوا وتقربوا لي ودقوا باب قلبي وطردتهم، لان تقديرك انت فوق على راس. ولو انا اليوم مريض واحطهم وين انا اذا قدرتهم؟ انت ما تجي بس انا اشوفك، هم ايش قد اجوا بس ما شفتهم. لاجل حالك انا بهذلت حالي، وحالي يقول المهم حالك. دلالك زاد زيد اللي اذيت واذيتك، ما له هم تحب دلالك. مريض خطاب كافي لتلع. يضرب صاك ساعه بشتفي، شو تضرب عندي؟ حتى لك هذا الشعر. شكرا لك حيدر، شكرا لك حيدر الخطاب. حياك الله حياك الله حياك الله. تعال تعال يا هديه، اعطينا الهديه. هاي الهديه اللي هي مقدمه من مجموعه شركات بيز دايم، مقدمه من شركه واحد الجمال. شو تريد حيدر؟ الهديه خطاب قال لي ساعه مريض وصوتي راح تطهيا؟ تطهيا؟ ما اعرف، خلينا نشوف كم واحد يقول تعال وقف يمي انه يعطيك الهديه. كم واحد من عندكم انه يعني ها؟ ها بس اثنين قالوا. دقيقة حيدر، تعالوا العائلة. تعال. تعال. تعال تعال. تعادي تعال تعرف شو الموضوع. انا تحديتيه حيدر هسه غير تاخذين الهديه، وهاي الهديه. حيدر قرا شعر. اي. واحنا طلبنا واحد يا اما يقرا شعر يا اما يغني. ها. انا اختياري. انا بنصهم تريدني. لو شعر لو اغنيه. هو شو اختار؟ هو خذ شعر وقاله. عادي قول بس عند الشعر. ما عليك حيدر. عند الشعر؟ اشتقري. اشتقري شلون؟ اقرا قصيده شعريه يعني قصيدة. مثلا يعني مثلا هم راح يقولون انه هو شعره احلى لو اني شيء. لا لا هو هو فاز. هو قرات الشعر. قرات الشعر يعطيك الهديه. اي بس خلي اتذكر يعني شعر فشي غير حتى. ما جاي ما جاي. اغنيه لو شعر اختار. لا مو اغنيه شعر. شعري بس ما اتذكر. يلا بس هو لو تروح الهديه له. لا عادي بالعافيه عليه بس ما جاي. لا بالعكس خليها له بالعافيه. بالعافيه عليه. لا ما اريد ابد. لا لا ما تنافس وياه بالعافيه عليه. حتى خسرين لا لا عادي هاي مو خساره. مو خساره؟ اي لان هو انا دخلت هيك يعني بيها مو منافسه. زين البنات انتوا عندكم شعر لو لا؟ ولا اغنيه؟ عند الشعر لو اغنيه؟ لا هاي ولا هاي؟ تفوزين بهدية؟ ها شاركين؟ بسرعة. لا هاي الهدية تستاهلها. حياك الله حياك الله حيدر. شكرا لك حيدر، شكرا لك أيمن، شكرا لك سلمان، انت هم تعبت وياي برنامج يرهم كلش. شكرا لك صهيب هم تتعب وياي برنامج يرهم كلش. شكرا لعوائلنا العراقيه، شكرا للشباب اليوم اللي شاركوا برنامج يرهم كلش. تابعوه كل يوم جمعه الساعه 10 ليلا على قناه سامره الفضائيه، واكيد ينزل في اليوتيوب وشوفوه انه برنامج يرهم كلش. وانكم بالتقديم خطاب القصاب. اودعناكم.